بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع المحاضرة 13 من محاضرات مادة MT262. كل الفكرة إن إحنا النهاردة هنجري بعض التعديلات على الأمثلة بتاعة المحاضرة 12، وفرصة إن إحنا نراجع على المحاضرة 12. تمام؟ طبعا إحنا شرحنا المثال الخاص بالمين، وقلنا إن المين هو الأفريج، بحسب الافريج. ولكن ممكن حد يجي يقول لي وارد ان الفيرست والسكند والثيرد والفورس تكون القيم بتاعتهم فلوت، مفيش اي مشكلة. يبقى ده اول تعديل ممكن نشتغل عليه. الانبوت الخاصة باليوزر هتكون فلوت، عندي كام انبوت؟ عندي 4، فيرست طبعا مقصود بالفيرست نمبر، والسكند والثيرد والفورث، عندي 4 ارقام انا محتاجهم يكونوا فلوت. تمام، انا محتاج ان انا احسب المين، مفيش اي مشكلة خالص، اللي هو الافريج، والمين عبارة عن فلوت. يبقى لازم تعمل بعض التعديلات. انت عندك ريد انت، لا خلاص، يبقى انا هشتغل بريد فلوت. اعتقد كده بقت مفهومة، هشيل كلمة انت واكتب فلوت علشان خاطر انا غيرت نوع البيانات اللي انا شغال عليه. طيب لحد الان تمام. سمع حد بيقول لي انا عايز اعمل بعض التعديلات تاني، زي ايه؟ زي موضوع انك انت تجمع وتقسم على سطر واحد. امال انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اجمع على سطر وبعد كده اعمل عملية الافريج على السطر اللي بعديه. يبقى انت محتاج متغير تاني. تعالى كده هنا مثلا وقول له فلوت، تمام، علشان انا اصلا بجمع ارقام فلوت. فلوت لمين؟ للصم. طبعا هنا لازم يكون حرف الاف، لازم يكون سمول. يبقى هروح اعرف متغير، المتغير ده فلوت اسمه صم، مفيش اي مشكلة خالص. وهاجي هنا قبل بقى ما احسب المين هقول له ايه؟ هقول له ان الصم ده بيساوي، طبعا اوعى تنسى حرف الاس، ماله؟ حرف الاس عبارة عن سمول، عبارة عن الفيرست، تمام، زائد الفيرست حرف الاف كابيتال، يبقى لازم تكتبه كابيتال. لو انت اشتغلت كابيتال يبقى لازم تكتبه ايه؟ كابيتال. الفيرست والسكند حرف الاس كابيتال برضو هيكون بنفس الطريقة، سكند بعد كده ثيرد زائد الايه؟ الفورس، والاف برضو كابيتال. انت كده خلاص خلصت. يبقى المفترض بقى تيجي هنا وبدل عملية الجمع ديت تبدأ تعمل ايه؟ تكتب سم، اس يو ام. يبقى المين عبارة عن السم على 4. يبقى احنا كده عملنا بعض التعديلات على المثال الموجود في الكتاب، مفيش اي مشكلة خالص. انا سامع حد بيقول لي انت كده هنا بتقول روح اعمل عملية برنت المين للمين او الافريج. انا كمان عايز اعمل برنت المين للصم، مفيش مشكلة. يبقى هاجي هنا هقول له رايت، رايت ايه؟ رايت انت، ما ينفعش. طب ليه؟ طب ما هو اصلا الصم فلوت، يبقى رايت فلوت. يبقى انا كده شغال تمام. بي ار بس، لا محتاج سي ار عشان انزل سطر، علشان خاطر كمان السطر بتاع المين، يبقى الرقمين ما يكونوش جنب بعض. اعتقد كده مفهومة. يبقى رايت فلوت بي ار سي ار، وافتح الاقواس بتاعتي، وطالما اشتغلت بالبي ار يبقى هعمل 2 دبل كوتيشن زي ما اتعودنا، وبعد كده كوما. الاتنين دبل كوتيشن هقول له مثلا ان السم از، المجموع هو، وبعد الكوما اكتب سم، وما تنساش السيمي كولن. يبقى انا كل الفكرة هنا الزيادة، اشتغلت برايت فلوت بي ار، السي ار هي الزيادة. طب ليه السي ار زيادة؟ علشان خاطر وانا بنزل سطر، علشان خاطر بحسب الافريج في سطر لوحده. هو ده التعديل. طبعا التعديل ده سهل جدا، كان ممكن تعمله لوحدك، ولكن طبعا ده على سبيل المراجعة. ممكن حد يسألني في المحاضرة اللي فاتت انت حسبت الاريا، الاريا بشكل عام، المساحة بشكل عام، ولكن المساحة الخاصة بالترينجل اللي هو المثلث مختلفة. طب ازاي؟ هقول لك.
المساحة الخاصة بالمثلث عبارة عن ايه؟ عبارة عن البيز، ماشي، ولكن مش البيز بقى، البيز 0.5 مضروبة في 0.5، يبقى نص القاعدة، نص القاعدة في الارتفاع. اعتقد كده فهمتوا قصدي ايه. انا عايز احسب الاريا الخاصة بالترينجل اللي هو المثلث. مساحة المثلث عبارة عن ايه؟ نص القاعدة في الارتفاع. علشان كده انا المحاضرة اللي فاتت قلت مهم جدا انك انت تعرف القانون، الاريا بتاعة المثلث عبارة عن نص القاعدة في الارتفاع. يبقى انا محتاج اروح على المثال وابدأ ان انا اعدل بعض التعديلات البسيطة لو انا حبيت احسب بقى المساحة بتاعة المثلث. هاجي هنا، انا طبعا كنت هنا بحسب في المثال ده المساحة بشكل عام اللي هو الطول في العرض، وده صح على فكرة. لو رحت شغلت البرنامج بيقول لي العرض الطول قد ايه، هقول له مثلا 5 والعرض 6، 5 في 6 بكام؟ ب 30. يبقى انا شغال تمام. ولكن في المثال الجديد بتاعنا انا عايز احسب مساحة المثلث. يبقى هاجي هنا هشيل كلمة لينس وابدأ احط ايه؟ كلمة بيز اللي هي القاعدة، ويا ريت تخليها فلوت. انا هشتغل فلوت، تمام، وهنا برضو فلوت. طيب الويدز دي هتبقى هايت، ويا ريت نكتبها صح. كمان بالنسبة للاريا انا بضرب نص القاعدة في الارتفاع، طبعا وارد ان يكون الاريا فلوت، ده مش وارد ده اكيد. يبقى انا كده خلاص خلصت الجزء الخاص بعملية الديكلاريشن او تعريف المتغيرات. فاضل بقى ان انا اخزن القيم اللي هيكتبها اليوزر، الانبوت بتاعه اللي هو عبارة عن البيز، وبدل ويدز هكتب هايت. طيب لحد الان تمام. انا سامع حد بيقول لي في غلطة هنا، عندك حق، ريد انت، لا هتبقى ريد فلوت. نفس القصة هنا هتبقى ريد فلوت. بليز انتر زي ايه؟ بلاش لينس بقى، انا بشتغل على البيز وبشتغل على الهايت. يبقى هيجي لنا اي مثال؟ خلاص احنا كده فاهمين مش حافظين. الاريا يبقى لازم اغير بقى القانون دوت، عبارة عن نص القاعدة، البيز مضروبة في 0.5، الكل مضروب في ايه؟ في الارتفاع. وما تنساش السيمي كولن. The area of a of triangle، صح كده؟ The area of triangle is كذا، is برضو ال area. سمع حد بيقول لي في غلطة، ايه هي؟ هي ال area هتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن float. يبقى right float وال F capital، right float br CR، وطبعا السطر ده الخاص ببريس انتر تو اكزيت. اروح اشغل بقى البرنامج بتاعي، ده طبعا مثال جديد بالنسبة لنا، ولكن طبعا نفس مفهوم المثال بتاع المحاضرة 12، عملنا عليه بعض التعديلات. كل التعديل كان في القانون، نص القاعدة في الارتفاع. لو عرفت القانون دوت تقدر تحل المثال بكل بساطة. اروح اشغل البرنامج، نص القاعدة، طبعا القاعدة عبارة عن 6، يبقى اكيد هيضربها في نص، 6 في نص ب3، مثلا الارتفاع ب4، يبقى 3 في 4 المفترض يطلع 12، يبقى انا كده شغال تمام. وبكده يكون انتهى درسنا النهارده. انا طبعا متوقع منكم انك انتوا تجربوا نفس المثال ولكن باكتر من طريقه زي ما عملنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.